الحقيقة ما في ولا أي تغيير. وقفنا المزاد. داود بيك بيقول إنه العلاقة اللي بين عيلتنا لازم تبقى بنفس الشكل. مشان الله تركنا من هاي الشغلات، لأنه انرسموا الطريق يا بولوت. أي علاقة وأي بقاء؟ صرنا زمان عم نشتغل بهالشغلة، ولأول مرة بتصادفنا هيك مشكلة، ولازم تكون آخر مرة. بس إنه يوصل كلمته للكل، فهذا هو الطريق. هو وفى بوعده وانسحب من الرقم اللي كتبتوا له إياه، بس أنتوا اللي ما وفيتوا بوعدكم. وأنت شو رأيك؟ كاجكار إلهم شي نية مشان ياخدوا المزاد؟ من هلأ ورايح برأينا لكل حادث حديث. كنتوا رح تخلوا المزاد يرسي على ابن مبارحة، ولا اتفقتوا معنا أبدا على أنه ما ندخل هالمزاد. بس نحن إذا ما أخذنا المزاد كل العيال رح يشاركوا برسم الطريق، مو بس نحن. بولوت عم يحكي صح، مراد على مدار خصمنا نحن كمان. بخصوص هالموضوع بدي أعرف شو رح تساوي بعد ما صار عدونا كلنا واحد، فمعناها رح نتلاقى بنقطة واحدة. اليوم الرسم طريقه يا بدري بيك، لا تشغل بالك كتير. شوفوا يا شباب، نحن أربع عيال، نتفق أو ما منتفق، نتحارب نتصالح، بس بالأخير نحن أربع عيال. إذا حاولت العيلة الخامسة تفوت بيناتنا، فهذا المبدأ رح ينتزع، وهذا الرباعي رح يكون من الصعب تأسيسه مرة تانية. هلأ اللي بده يكمل الاتفاق أو لا خليه يخبرنا مشان نحدد من جديد. نحدد عدونا من صديقنا، وهلأ القرار لكم. تفضلوا. لازم تبقى شروط المناقصة مثل ما هي. نحن راح نفوت على أنه راح ناخذ المناقصة. عيلة هزار بأغلو مو هي العيلة اللي بتخاف من هيك تهديد يا بولوت. نخب الميدان. خلصنا. حبيبتي نزعتي لنا اللعبة. اصلا انا مليت كمان. يلا. تمام معلم، عم يستنوا اوامرك مشان يبلشوا. لحظة، المي سخنة شوي. كيف الأوضاع دكتور؟ مو مبين لسه، بس العملية الحمد لله نجحت. وضع المريض لساته صعب كتير. يعني ما في شي نساويه أكتر من هيك؟ والله ساوينا اللي بنقدر عليه، طلعنا من جسمه 3 رصاصات، والعملية كانت صعبة كتير، أخذت وقت.
خليهم يفوتوا على البيت. مشي محمود. تامر سكر النظام. ماشي. يلا روحوا سبقوني وأنا جاي هلا. يلا. كأنه صار شيء للكاميرات وقفت الصورة. هي اسمها رمية النقطة الحمراء.
شيء. لا تتركوا أي أثر بالبيت. والبنتين شو نعمل فيهم؟ عمران رح يتولى أمرهم. شوي الإشارة عمران. معناها قص رجل لنجاص إذا اضطريت. خلينا هلأ بأمر اللنجاصات اللي فوق لأنه تحولوا إلك. آخ وشو رح ساوي فيهم؟ ما صار أكلهم ممنوع. يلا عزات شيل معي هاد. وين بقى هالزلمة هاد؟ مليت من مسحه التقيل. فؤاد افتح الباب. فؤاد الله يخليك افتح الباب. فؤاد تركي قنطرجي عم احكي باسم مراد علمدار. تفضل عم اسمعك. شو الموضوع؟ فؤاد تامر تتر اوغلو. لوين نحن رايحين؟ رح نتعشى. حجزت طاولة لشخصين. شو عم تحكي انت؟ شلون فؤاد مو موجود؟ ما في حدا بالبيت كمان؟ الو فؤاد معك شي يا بولوت؟ لا ما لقوا بالبيت. أنا رايح لهنيك. لا ما ضاع. أخذوا مراد على مدار. شو؟ خدعة التلفزيون كانت منيحة. بهنيكن. شفت نفس الخدعة مرة بفيلم. استغربت كيف أنا انخدعت فيها. هلأ خلص الفيلم يا شباب. لو أنه القصة بتخص المصاري فينا نحكي. خود هدول خليهم معك. بلكي بتلاقي حدا بترشي فيهم. ها؟ وين رح تقابلهم؟ رح يتصلوا ويحددوا المكان. لكن رح ألحقهم. بولوت أكيد هني أخذين احتياطاتهم. ونحن كمان رح نساوي هذا الشيء. أنا بعرف كيف ألحقك.
الغلط غلطي. ما كان لازم اتركك لحالك. ما كان لازم دخلك بهيك شغلات. كل شيء له حسابه يا خال. اوعى تتركني لحالي. سيد تركي، لو سمحت من بعد إذنك تفضل اركاب معنا بالسيارة وخلي الشباب ينتظروا هون. خليكن أنتوا هون. الشيء اللي عم تساووه غلط كبير وتمنه كتير غالي يا سيد تركي. الزلمة اللي هجمته على بيته هو وريث داود تتر أغلو، هو ابنه. أنا وظيفتي بس إني وصلك للمكان المطلوب يا سيد يالجين. لو سمحت بدنا نفتشك. ممكن تطالع الجرافي لو سمحت؟ موبايلك إذا بتريد.
وين بدك تروح مني؟ رح نلتقي يا مراد على مدار. صار لازم سكر لك عيونك. سكرهم سيد تركي، سكرهم. شو رح تساوي؟ رح نسجل. ما عندي شيء أقوله. شو رح تسجلوا؟ بلكي نحن عنا شيء حابين نقوله. رح ننزل. انتبه لرجلك. أيوة. خلونا نحل هاي المشكلة مع بعض قبل ما تكبر أكتر من هيك. نحن منفهم بعض أكتر. تأخرت. يلديز اعطيهم كل يلي بدهم اياه وخلينا نروح. مليت من القعده هون. حاضر يا فؤاد بيك، رح نحل الموضوع. من هلأ ورايح أنا يلي رح أحكي. إجيتوا لتتفقوا معي بالتهديد وكملتوا الشغلة بابتزازكن لألي، وكل هذا ما كفاكن؟ أذيتوا شخص من عيلتي، رميتوا برصاص وهدرتوا دمه. أنت اللي هدرت الدم، كسرت اللي أنفي. رأسه لا. رح تاخد هالسي دي للسيد داوود تتر أغلو وراح تقله على لساني إنه هو اللي أذاني وأنا رح رد عليه وأذيه. داوود تتر أغلو بحياته كل من أذى، وسبب عدم أذيته لهلأ إنه لسه ما تعرف علي أنا. أنا
مراد علم دار، وبسبب كل نقطة دم هدرتوها من عيلتي رح اهدر دمكن. إذا مات خالي رح سلمكن هالشاب الحلو ميت، ولبين ما يخلص خالي من الأزمة رح يموت فؤاد كل يوم 100 موتة. تاخد هذا السي دي لداود تتر أغلو وبتقله انه هو أذاني وانا ما رح اسكتله ورح اذيه. داود تتر أغلو ما نأذى بحياته، تعرف ليش؟ لانه لهلا ما تعرف علي. أنا مراد علم دار، وقدام كل نقطة دم هدرتوها من عيلتي رح اهدر دمكن. إذا بيموت خالي رح سلمكن جثة هالزلمة، ولبين ما يتعافى خالي رح يموت فؤاد كل يوم 100 موتة. ما رح خلي اللي سوى هالشي عايش. داود تتر أغلو ما نأذى بحياته، تعرف ليش؟ لأنه لهلا ما تعرف علي. خير، شو جابك بهالوقت المتأخر؟ جيت مشان أخذ البيت بهالوقت؟ عم استنى ضيوف. فيك تكون صريح معي ولو لمرة بس؟ حاضر. يا الجين بولوت جاي لهون مشان يقتلك. شو؟ رح اشرح لك. عائلة تتر أغلو أذوني كتير وأنا جرحتن، وهلأ بدهن يأذوني مرة تانية. وأنا شو دخلني بالقصة؟ أنتي شريكتي مراد. يعني أنا لحالي شريكتك؟
انتي الشريكة الوحيدة يلي بحس تجاهها بالمسؤولية. معناها لازم نخبر الشرطة. لا بولوت ما بيعرف انه انا هون، رح يجي لعندك وانا رح امسكه. اللي بدي اياه منك تكوني هادية وبس. انا ما بحب فوت بهيك مشاكل ابدا. مو بكيفك تورطتي غصب عنك يا هدى. معلم، فكرت باللي لازم نعمله؟ تعالوا. ما في أي خطر للموت، بس صار معه نزيف وراح يتحسن عن قريب. لازم نتبرع له بالدم يا حقان. للأسف ما راح أقدر أعطيه دمي لأني كنت مريض بالحمى. مين هذا الرجال؟ وليش ما أخذته على المشفى؟ بدك يانا نحكي لك قصة الصيد يا دكتور؟ بدون هاي الأسئلة. دكتور سكر العيادة واستنى مع المريض. حقان كمان رح يكون معك هون، وإذا احتجتوا شي حاكوني. حسين لوين رايح؟ رح دور له على دم أبيض، بجوز الدم الأحمر يقتله. وقت اللي رح يوصل بولوت لهون الحرس رح يمنعوه إنه يدخل، بس هو رح يفوت بالزور. ما رح يأذوا الحارس المسكين؟ ما رح يأذون، لأنه ما بدهن ياك تنتبهي. نحن ما بنقدر نساوي شي ليفوت على البيت، لأنه سيارته ضد الرصاص. مماتي رح يكون ورا الباب ورح يمسك بولوت أول ما يفوت. إذا ما قدر رح يساعده عبد الحي. عمران رح يتخبى برا مشان يمنع رجال بولوت من انه يساعدوه. يا رب تبعت لي قوة من عندك لحتى اخذ بيتار خاله. بدنا نحكي مع هدى خانو. في عندكم موعد شي؟ لأنها ما خبرتنا. هي عم تستنانا، بس إلا أنه يا جين بولت إجا بكده. لا تردي، كل شيء رح يخلص بعد شوي. هدى خانو ما عرفت، ما فيني دخل. افتح الباب ولك افتح. فوت. شو عم تساوي عمران؟
صار؟ شو اللي عرفوا فينا؟ خلص خلص ارتاحي. اللي قتلتوشي هرب، رح ارجع بعد شوي. شو كانوا عم يساووا هنيك؟ من وين طلعوا؟ كيف عرفوا بكل خطوة عم اخطيها؟ تعرف وين ساكن ابو لمراد على المدار؟ انت كيف هيك بتساوي يا عمران؟ معلم انا اسف. لا تعتذر يا عمران، لا تعتذر، ما بتعمل غير اللي بقول لك عليه. ما كنت بدي اقتله، بس كنت عم باخذ احتياطاتي. لك حاجه تبرر. عبد الحي، بتاخذوا هدى على بيت عمها وبتحرسوا البيت منيح، بعدين بشوفكم بالمكتب. الحرب بلشت. في شي تطورات يا دكتور؟ لا مع الأسف. شو الأمل بالمصاري يعني؟ ما في شي حدا يحاكيني مثل العالم والناس؟ لا أؤمني يلدز، لا أؤمني. قالوا لهم إذا بدهم بنسحب من المزاد. مثل ما بتأمروا معلم. بعدت وراي بابا؟ عود يا صهري، فيك تروح يلدز. كمال، انت عم تخون بنتي؟ استغفر الله بابا، مستحيل ساويها. خليك صريح، لانه اذا هي عرفت بالقصة ما رح أقدر برر لك هالعملة أبدا، ومن شان هيك لازم أعرف. هي بتغار بابا، هذا كل الموضوع. هي أول وآخر مرة بحكي بهالموضوع، أوعك تجرح مشاعرها.